قال ابن عباس رضي الله عنهما في تاويلها من آمن بالله اليوم الآخر نمن رب التأمن يا عبد الله ابن عباس قل يا آخرك آمن كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة رحمني ساب الرئيفما الدنيا في آخرتيس ومن لم يؤمن بالله نمن ربي في رسولتنا منين أوفى مما أصاب الأمم المن خسف والقذف الراع دكيني سانجتو في قذف وان غرتي أمني درات تينا لا خمسان رانا غيبا جاتو وصو غرتي ربي تلي أمنو باتي أكو مكافرين رانتا نجرات شاجران دكيني ساني ننجتو واني فيتي تقليني ساني نتويتو مالف غلط ساني آخرت يغتن جاتو فقال صلى الله عليه وسلم رحمة بالمؤمنين والكافرين خانتور رسول لي نما مسلماتي رحمة غرا كافر رحمة غرا تريجتو أكانتور رجتو وإذا رحمت يو رحمتنا ما قلت فأنت أم أو أب أكنا رسولي كانت رجتو صلى الله عليه وسلم أكا قرتي يو قار رحمتنا ما قلت أكا هذا يو خاكا عبادت تجتو واني قول الدنيا خيسة ترامت يجتو واني دو رحمتنا ما قلت هذا في أبا أكا إسانين جلو دو صلى الله عليه وسلم أكا هذا عبادت رحمتنا ما قلت رجتو رحمته بأمتي في صحيح مسلم بن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل قرأت ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس يجتغرت خناني قرأ فمن تبعني فإنه مني نبي إبراهيم يجتغنا عليه السلام طيب يجتغنا وقاقر وقال يجتغنا سني قرأ وقال إيسا نسكن جيجي عليه السلام إن تؤذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه قال اللهم أمتي أمتي وبكى تشخن يا دتي قران خنا قريتي اك نبي ابراهيم ربي انهن اضللن كثيرا ورغرتي تابوتاكن ورنا مجلسون انما هدو جلسني جراني يا ربي فمن تبعني نمن نجل ديم اني نراي اكمار نما جلس جران وكيف واري جاني ارچ جاني قبري غبر جاني مال غدا جاني وانا داداتي نما جلسات رنسنتي غاف دراتي سكسمتي نما جلسات رني يا ربي دوا نمني نجل ديمي خرانا نيغرتي اتتنا ججكبت نراي دوا إيسان عليه السلام نبي إيسان سكنا جي يا ربي يو إيسان كتات غبرو تنكيت ها يو عرارم غوتيفيس سي اتي فإنك أنت العزيز انجفت على اوغي إيسا يعني رحمة غوتوفيس دنديتي تيت كتاتوس غبرو تنكيت اكنا جي دوا رسولي اركو الفوريتي يا ربي أمتغي أمتغي جيه دوا بوهجي فيا جبريل فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب الى محمد وربك عالم فاسأله ما يبكيك ديمي بردكي تقافد جين ربي نبيخا مال تسبوك سجيني جين فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول صلى الله عليه وسلم بما قال أكن جيه ميفي وهو عالم صوبيه فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد فقل إني إنا سنرضيك في أمتك سجالة شيف نجين أمتك غيستي عبد همتون سنتو تجيني مالف ورى رب التأماني أمتك ساتر راجة شورا رحمة هركتن جة شورا طيب رحمة بالعيال جولتي رحمة قرى صبت في السيهين جولتي رحمة قرى ندر متى جة شورا أنا ناس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول صلى الله عليه وسلم جولتي دائما قوار كيس نمك رسولا غرته جوليس نيفيس رحمة قدو هنا غرره جوليس السلام عليكم جيني رسلام ته متاقبته اتدياته رحمة قداف جدو اكنتو رجدو ودا صلى الله عليه وسلم مرة أبا بكر يامي فاستعذر وان عائشة رفيم فبينما هما عنده فاستعذره من عائشة را بيفما غرته ابدي قافته فبينما عنده قالت إنك لا تقول إنك لنبي فقام لي أبو بكر فضربه قدها أتي نبي رجت تاجين رفيك ستو إساتا وجرو أبو بكر غن ريه يرود أو فقال إليها أبو بكر فضرب قد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يا أبو بكر ما لهذا دعونا خناف سي أفير رنوتي خناف قوسي نجني مالف رويتا هند هنجين مالف أكنا رحمة قد رجت منا خيسة تيفي نام هند خيسة تيفي رحمته بالاطفالكم اغرتي جولد يم تكم دبر سنتي سن عيال جنغا عيال جچون جوليسا هاتو هذا ورا هاتو لمون دافر ام تكو دجچو طيب قال انس بن مالك رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابن ابراهيم الرسيني وهو يجود بنفسه فجعلت اين رسول صلى الله عليه وسلم
عين رسول صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله نبوتش أجين مجاي سارت ولسين إبراهيم كفي سابو ديم تلبون جتوقا إني ممن بوسو أتلم ويا رسول نبوتش أجين فقال يا ابن عوف جين إنها رحمة توني رحمة قلبي غيس ربي خايه جين ممن بوسون كوني رحمة ربي قلبي غيس نخايه ثم أتباها كستي ممن خان ولت ترتيبان سيجي نبوتش وقال إن العين لا تدمع اجيني بوجي والقلب يحزن قلبي اني ادويتي ولا نقول وان جن وربي خين جالت جي سمليج وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون يا المخي إبراهيم نتسيف والأبودان يا الدودا قروا الرب دلنسيسو هندوب النوج بوينسي رفت رحمة الرائجة شودا قرسيس متفقون عليه وعن سامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم انت ترى رسولا قافتك ارجت الي ابنا لي ابن لي قبد متاخيه تقد يتم خوت يتين يقرئ السلام يقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى ربي في وان خني وان فرتس وكل عنده باجل مسمى دوتي خرقينا هندنو نمو غيان دو بري فمي دبرجرا فلتصبرها ابسطو اجري ربي الرايقته فارسلت إليه مرة لما دات رجتي تقسم عليه أكدت رفت جتيد ركختي فقام خيه وما أساد بن عباداتي في ومواد بن جبل جي فالترفني لساني برجل فالتصبر والتحتسب وأبسطوا أجري رب الرائقته طيب وأبي بن كعب جي الترفني وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول صلى الله عليه وسلم دعا قرتيت فرني السبي ونفسه تتقاقع إنباني بوجر تجيته كانت ففادت عيناه إمّان قال لك فقال سعد يا رسول الله ما هذا جي ما لبوك أنه قال هذه تني رحمة ربي قلبي قبر التنين خيست قولي إنما يرحم الله نمني ربي الرحمة قولو قبر التنين نمني ربي الرحمة قولو فنما رحمة نما قولو رواه البخاري ومسلم جيجتو وقال رضي الله عنه كي كان رسول صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني فخذ يسارنا خائنة تيسيسي دوج ثم ميل خان الرأس ثم يدو خان الرأس اللهم ارحمها فإني أرحمها ارحمها يا رب رحمة قديف أنيس رحمة قديف إنجر رواه البخاري طيب عسيس خاية عسير رأسنا خاية طيب رحمة بالجاهل نما والله لا فيس رحمة قرات رسول صلى الله عليه وسلم أنا نسي مالك إن قال جاء عربي تقرفته قافته كوف بال في طائفة المسجد مزيد غيسة فنجاني نمني والله لا نكوني وانفريد لك ججو جاهل لي فزجره الناس نمني لوليني أوفي فنهاهم نبيين صلى الله عليه وسلم راروركي وغافد فنجان عافتة تتريسا جين وغاني فنجان سنفتته نبيين دو واججي ديما بالدي بشاني فدا راتي بكسن الرنك آجيني الرتنك انججو حتى عربيين سن الليل نمتيجو الربادية والله لا نسوني قمتشو خيسة ها ايغه فنجام فتاته رحمه رسول اركبودا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا اهدا يا ربنا في محمد كف رحمه غري موجنا مبراتي برحمه غدني جين دو رسول صلى الله عليه وسلم ابو رحمه ربي بلاتك ايستي جين كسنجيني جين جتو اكنتوري نما ولا لا داس جرجري نمنت ولا لا ني دغونغورا أغاني دوغونغوري نمسن إرتي بوبه الربسي تكيسا هنتوري أكانتي سوطة غورسي سوطة برسيسا توري جيتو رحمته بالنساء دوبرتي فيس رحمة غوراتوري صلى الله عليه وسلم أنا نسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها صلاة سيريتي صلاة إيريسو فداجي صلاة قرآن خيسا قريد إيريسو فداجي قرو جولي يتوغان دقي ها فأخفف من شدة وجد أمه به ها قرتي ها دوبرتين سان دوا إسا دوان سلاتي إلمو في الدير دفتي إلمو وجدو فامتي ري إلمو يتوسان وقار دقي ها داتنا فرفتشو بجتشا قرتي كهاتي تنونين تاني في سلاتة سان دفي سلامتا جتشو يعني ققباب سي سلات وسو قراتي خيستين دي ريسين جتشو روال بخاري ومسلم مالف الموية تسن هاتي كبيزين تاني دفتي صلاتي كالمو سن والفرد توجتو طيب وجد أمي كجن سنتي مالين جيسا فأخفف من شدة وجد أمي جي وجدين
أفان أربا خيستي يادة هذا يوخاه جال لهذا المورف قبضس نجامة أكلا جوتوني خمجة جورا نتاجة جو يادة غرتي يوخا هاتي سن المو سيادو جرتو يوخا جال لغرتي هاتي سن المو سن جالت تفدفتي غرتي ركبو فيتو جت جورا قولي بفا رحمة إني غرتينا ما قولو غرسيس. طيب من سورة هذه الرحمة أين أن امرأة سوداء تقوم بالمسجد كانت تقوم المسجد دبرتين قراتين تكاقاف تكو مزيدة هاتويت نمو مزيدة ترى قرائن فقالوا ما تجيوياتك وقالوا فدوتي جرتيانين يروخنا فقال أفلا كنتم آذنتموني أبو ما نتين منا دواسي ما ندقيسي سناجين صلى الله عليه وسلم ما نتنا لويستاني فكأنهم صغيروا عمرها أكوانو جيسي سنتفتانيتي كيسانيتي إلا إسي تناجتش وإسا خاصون فين نتجاني ديساني فقال دلوني على قبري سيرا نقاجيل شاجيه قبري إسي سنر دفئ الرتي صلاته سببا صلاة سنيتين ور قبري سنيخان دوكانتي غرتي دوران دوكانان غوتم تجرتو ربي سبحانه وتعالى إبسيف جرتو أكنتي نما فرحمة قولي نما تفت رسولي أتخى رسول جلان ديما جدتو أكمن نما تفت رسولي قراجة استيه مسكين استيه قبر استيه بلس استيه واللالاته بيخاته تجارته مسكينته خانو مفدهاتو اتفجاهن ترججو عمرين ما هنده كان قدساتو رججو كان قتين ما قرججو قتين ما هنده اكانت تتقراتو ري صلى الله عليه وسلم رواه البخاري رحمته بالمساكين مسكينة وروان قبل نفس رحمته قراتو ري نيري فتاف ندير مطاف قال أبو ابن مسعود البدري نكجي رضي الله عنه كنت أضرب غلاما لي بالصوت مجاتك دليدو تكوك بغبرتك تيلانين شفاك جيبوياتك فسميت صوتا من خلفي سغليت كان دقيهيج أينو جابو مسعود كان جا بدري خانا سغليت كان دقيهيج يرون غرتي سغلي دقيه وددوا فإذا هو يقول رسول جي رسول تودان دقيهيج رسول تاون دقيه جدو وقان دقيه فإذا ويقول اعلم أبا مسعود بيخي اعلم أبا مسعود يجي قال فألقيت الصوت طيب اعلم يا أبا مسعود فلم أفهم انفهم نجي سقلين نانقل لي معاران نجرا فلما دنا مني إذ هو رسول تاون بيخي يجي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول بيخي نانجي فألقيت الصوت أركخي يادر بيه فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام مجاتي شفاي تخنر ربي تسردن ديتي كابا بيخي اتي اردن ديتي تيتي غرسي ستجرت مجاخنا غرو رب العالمين دن ديتي دا كابا فقلت الربو دا غبرم دو ولي نمت قلين دو جي دو كستي غبرس للي بلي صوم سيج رواه مسلم جتو رحمته بالكافر كافر رحمته قرون ساتيس في مسند أحمد بن نباس رضي الله عنه قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كيانين قريشي رسولا قفتك ادعو لنا ربك أن يجعل لنا صفا ذهبا ونؤمن بك قال صفا غنا كرب ذهبا وقلوا رب نخرده جانين ست أمنا قال وتفعلون يو رب ذهب سني ججيري يو لسني قردني أمنتني قالوا نعم إيه فدعا فأتاه جبريل خدته التلف فقال إن ربك عز وجل سلام تاسر رتقر يقول إن شئت أصبح لهم صفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك منهم عذب وذاب الله وعذب أحدا من العالمين قالوا ربين كي كجو يو إسان فدن قارخ نزكا جيراف أمو إيغا جيري في بودا نمن إسان را كفر عذاب قرتي لا ليس أكا غرتي أكا إسان كتانو نمتو كوهن كتان نتي إسان كتان ناجيني جين وإنشيت فتحت لهم باب التوبة أمو يوفي تمال لقر هلا توبة إساني بنا هلا رحمة إساني بنا جين جبريل ربي رعرفي قال بل هلا توباتي فت رحمة بني جين أكا نتي كافر عافيس أكا إسان توبة أكا نتي فداتو رججو طيب أماس قصان محمد صلى الله عليه وسلم قافة قرتي طائف داكي أمني طائف ابن عبدي علي نفان أكا قرتي ساتم سبربادي وقاني داكو جول لي في دالا في خانة قبروتا في خانة تدراني واني نلوفي في الرافرات شو تدراني جو دا خانة كتو منقران جاكو حنكا ميلة سالي ديسان تكا قيسي
يرو خنا ملائكان غارات تدفي ها ملائكان تدفي ملك الجبال يو رسول ربي جين يو فيتي غارا لمن كان انا كان انسان الرول دي بيس انسان في تجنن لك جين ربي دويد سانيتي نمغرتي ربي توكچ اسا غبرو حشركي اسا جنا يامن سمبا سودان كجيلا جيتي اكسدي دي كان رحمتنا ما غد راين كفلدان صبرنجرتي الرائن كفلدان إسابي رانجيرت متفقون عليه.